مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم اينما كنتم. فاليوم ان شاء الله فيديو جديد في جانب النجار والزجاج. اذا كل ما اقدم لكم في هذا الفيديو وهو صنع وتهيئة الخزانة ذات زجاجات السكة خاصة للاعلانات، سواء في المسجد او الادارة او كل ما تحتاجه السيدات في المطبخ لوضع المكادات الطبخ او الحاجات اليومية. فهذه الخزانة فهي خصصناها للاعلانات التي تهم كافة التجار والحرفيين. اليكم متابعة كيفية انشاء هذه الخزانة. Hey!
Uno.